ايه مالك؟ امال ابنك فين؟ سافر. سافر امتى وازاي؟ ركب اول امنيبوس، هريدي زمانه جاي في الطريق ولازم ابعد والدي عنه. يا دي هريدي، اسمع بكري، انا خايف ليكون هريدي ده ملوش وجود الا في خيالك. قصدك تقول عني مجنون؟ لا عائل، بس انا عايزك تنسى اللي اسمه هريدي ده خالص يا بكري. لو وصل السلوم انا هسلمه للبوليس بنفسي. اسمع بكري، الدنيا اتغيرت في 25 سنة الاخرين دول اللي هم انت عشت فيهم هربان، بس للاسف انت ما شفتش اي تغيير لانك عايش مستخبي. انت هترجع بلدك. مستحيل. مفيش حاجه اسمها مستحيل. اسمع بكري، انت هترجع لكل حاجه حلوه اتحرمت منها. هترجع لمراتك ولابنك، هترجع لارضك وزرعك ولاصحابك. دي هتكون مسؤوليتي. بس دي مسؤوليه كبيره عليك قوي يا ولدي. بعدين معاك بقى. طب اسمع، انت مش بتقول ان هريدي جاي؟ ايوه. طب ما تهرب زي ما بتعمل كل مره. اهرب على فين ابعد من كده؟ مفيش قدامي غير الحدود. لا يا بكري، لا، انت المره دي تهرب لجوه، تهرب لبلدكو. على الاقل لو مت تموت بين اهلك وناسك. كفايه عشت عمرك كله غريب، بلاش تموت غريبه بكري، بلاش. اسمع، انا مسافر مصر النهارده، هاخدك معايا. لزوم هي السفريه المستعجله دي؟ هتجوز. هتجوز يا بكري، هتجوز الدكتوره امل. كويس، ايه رايك؟ ها؟ اسمع بكري، ايه رايك هخليك الشاهد الاول على قسيمه الجواز بتاعتي؟ موافق؟ جهز نفسك عقبال ما ارجع لك. صباح الخير. صباح النور. اتفضل. اجازه يا دكتورة؟ الأجازة دي غير مسببة. أكتب لك السبب؟ أجازة لعقد قران. عقد إيه؟ عقد قران يعني جواز. سبب معقول ما أقدرش أرفضه. أنا على العموم مبسوط جدا. متشكرة. بس برضه أحب تعرفي أنا مبسوط بيه. ليه؟ علشان الجواز الغير متكافئ اللي زي ده دايما لصالح العزاب امثالي. والعزاب امثالك اخرتهم مستشفى المجانين. اسبوع اجازه؟ ده مستحيل طبعا. ومين يتحمل جدولك وانت عارف ان عندنا عجز في الساده المدرسين؟ حضرتك. انا؟ ما فيهاش حاجه لو حضرتك تقدم لي اول هديه جواز وتاخد حصصي. اذا كان الامر كذلك انا ما عنديش مانع، وخصوصا اذا كانت العروسه. ايوه يا فندم، هي دي خطوه عظيمه قوي في حياتك يا ابني، ربنا يوفقك. شكرا يا فندم. طب يا فندم، بعد اذن سيادتك يعني عايز كمان اسبوع اجازه. ايه ده؟ يعني عاوز اسبوعين؟ لا يا فندم، الاسبوع الثاني علشان بكري، اصل هسافر معايا كده. طب انا موافق، ومبروك للدكتوره ومبروك لك يا هاني. يعني السلامه.